الشوط الرابع يستعد للانطلاقة. مشاهدين الأعزاء على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية وعبر قنوات الدوري والكاس وقنوات التلفزة، مرحبا بجميع. إذن مشاهدينا الأعزاء، انطلق قبل قليل هذا الشوط الرابع في مجموع أشواطنا الصباحية. يتبقى من الأشواط المفتوحة شوطين، بعد هذا الشوط ونبدأ في أشواط الإنتاج الرئيسية والقوية وملاك الإنتاج والمنتجين. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول في هذه اللحظات، يعتبر هذا الشوط الثاني للقعدان، جلموت أو حايك على المركز الأول لهزيل الغرافة، يضمر حايك سالم بن عامر المدهوشي، بينما دور المركز الثاني يصل جمر لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني مع المضمر مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي، شعار نشبه من خطفت الشوط الرئيسي المفتوح. المركز الثالث يتقدم في المركز الثالث شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني مع مكرم، انضمر حسين بن محمد بن سفان، حصل دخول وتسلل من قبل غاير لهجني انتاج ام الزبار مع مبارك بن محمد بن صرير، بينما المركز الخامس يصل في المركز الخامس ويتقدم الحارث لهجني ام الزبار مع عبد الله بن علي بن سلامه. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، العوده الى الشعار الغرفاوي المميز اليوم، نقطتين يا هل ترى، يا هل يضيف الثالثه هذا الشعار بقياده المضمر المدهش، من ادهش اليوم، من ادهش المشاهد، من ادهش الحاضرين عبر وسائل الاعلام، عبر هذا النقل الحي والمباشر لوقائع واحداث هذا السباق، اول ايام هذا الموسم السعيد، هذا الموسم المتفائلين بالخير ان شاء الله، متفائلين اخواني ملاك الهجن، خير في هذا الموسم. الله، ماذا دهاك يا المدهش، ماذا فعلت اليوم يا المدهش مع بداية هذا الموسم، مع بداية هذا الموسم. النقطة الثالثة في طريقها الى الشعار الغرفاوي ان لم يكن هجني ام الزبار كلام يا المدهش. الله، يصل في هذه اللحظات شعار ام الزبار، يتقدم في هذه اللحظات ويصل هايش في هذه اللحظات، وطاشه وهاشه هايش بهجني ام الزبار، يتقدم مع مبارك بن صرير، ولكن المدهش بالمرصاد، المدهش بالمرصاد. النقطه الثالثه يا ابو محمد اليوم يضيف هذا الشعار المميز، تهانينا والناموس على الهواء مباشرة على فوز حايك وعلى انتزاع النقطة الثالثة لهجن الغرافة بدون أي أوامر. سلام يا هجن الغرافة، سلام، تهانينا والناموس لمالك الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وللمدهش، والنقطة الثالثة تسجل لهذا الشعار، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل ام صادم لهجن ام الزبار مع ناصر بن حمد الشهواني. المركز الثالث هايش يصل في المركز الثالث لهجن ام الزبار مع مبارك بن صرير. المركز الرابع، المركز الثالث او الرابع يصل فيه مشرف لهجن ام الزبار مع سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي في التضمير. المركز الخامس وصل فيه زعفران لهجني ام الزبار مع حمد بن سالم بن زهره. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء، والشعار الغرفاوي اليوم مميز، الشعار الغرفاوي مبدع اليوم، مبدع هذا الشعار، مستعد استعداد جيد مع المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي. تهانينا على الهاتريك للجماهير الشعار الغرفاوي اليوم وللمضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي، من يحمل اليوم شارة ممتاز على التضمير المميز وقطع المسافة في دقيقتين 58 ثانية، 53 جزء من الثانية. حايك حاكى الفوز لهذا الشوط وانتزاعه. ثانينا أيضا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وللمضمر المدهش. المركز الثاني وصل فيه ام صادم، اول نداء لام صادم فاجانا على خط النهاية، دقيقتين 59 ثانية، 64 جزء من الثانية. التهاني لهجن ام الزبار ولناصر بن حمد بن مسر الشهواني. المركز الثالث ويصل فيه هايش، قطع المسافة في 3 دقائق بدون ثواني، 10 أجزاء من الثانية، تهاني على فوز هايش لهجن ام الزبار ولمبارك بن محمد بن صرير.